السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب، هل الشيخ مصطفى يرى أن صلاة الجماعة للرجال واجبة أم سنة أم فرض كفاية؟ أختار أنها واجبة على المستطيع، لحديث الرسول عليه السلام للأعمى أجب وهو أعمى، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كدت أن أمر رجل ينادي بالصلاة ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فحرق عليهم بيوتهم، وأيضا لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال تعالى واركعوا مع الراكعين. الله يوقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين أصحابه حتى يدخل في الصف،